أطلقت الشرطة النار في الهواء في وسط مومباي واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين الذين قاموا برشق الشرطة بالحجارة، وعطبوا 10 باصات ومركبات نقل أفراد الشرطة، كما أضرمت النار بعدة مركبات نقل صغيرة وسيارة بث إخباري. وقال مفوض الشرطة أروب باتينك إن 2 من المحتجين قتلا نتيجة جروح تكبدها في الاشتباكات، ونفى أن يكون أصيب برصاص الشرطة. وقال إن 52 آخرين أصيبوا بجروح، منهم 44 من أفراد الشرطة. وقال المفوض إن المحتجين اشتكوا من أن النقل الإعلامي لحوادث الشغف في أسام الشهر الماضي كان منحازا ضد الضحايا من المسلمين، وكان ما لا يقل عن 53 شخصا قتلوا، وهجر نحو 400,000 بيوتهم ولاذوا بمخيمات إغاثة تديرها الحكومة. أناشد الناس خاصة المجتمع المسلمين لا يقوموا بأي شيء مخل، وأن يحافظوا على السلام ويتيحوا الفرصة للقانون كي يأخذ مجراه. يذكر أن البودوس والمستوطنون المسلمون الذين أتى معظمهم من باكستان الشرقية قبل أن تتحول إلى بنغلاديش في عام 1971 قد اشتبكوا مرارا عبر السنوات الماضية، إلا أن هذه الاشتباكات هي الأسوأ منذ منتصف التسعينيات.